هل يؤدي اقتلاع الشعر الرمادي الأبيض إلى نمو مزيد منه؟ عندما ينمو لديك شعر رمادي فيكون لديك اثنين من الاختيارات الفورية، أن تتجاهله أو أن تقتلعه. الاعتقاد الشائع الأكثر ذكاء هو أن تتجاهله، لأنك لو اقتلعتها سوف ينمو لديك المزيد منه. سافانا غوثري تجاهلت الشعرات الرمادية اعتقادا منها أن اقتلاعها يتسبب في نمو المزيد، أما ناتالي موراليس تعتقد أن هذه مجرد قصة خرافية. حسنا، من منهن على صواب؟ للإجابة على هذا السؤال سألنا عالم التجميل راندي شويلر، مؤلف كتاب في خرق الأساطير الجمال يدعى لا بأس في وجود الرصاص في أحمر الشفاه الخاص بك. فسر راندي قائلا: لا ضرر في اقتلاع الشعر الرمادي، ولكن أيضا لا يقدم لك اقتلاعها إفادة كبيرة. اقتلاع الشعر الرمادي في الواقع سوف يتغلب على الشعر الرمادي، ولكن مؤقتا فقط. يضيف راندي: الجريب، وهو الأنبوب الصغير الموجود تحت الجلد الذي ينتج الشعر، لا يزال على قيد الحياة حتى بعد اقتلاع الشعرة، وسوف ينتج شعر آخر يحل محل الشعرة المقتلعة، ولكن لا يتوجب عليك أن تقلق من اقتلاع الشعر الرمادي أيضا. يستدعي بطريقة ما ظهور المزيد فجأة وبشكل سحري هكذا. هذه خرافة بالكامل، لأن ما تفعله في جريب واحد أو بصيلة واحدة لا يؤثر على باقي البصيلات، هذا ما يقوله العلم طبعا. هناك أخبار سارة: لو كنت محظوظا عندما تنمو الشعرة الجديدة من المحتمل أن تنمو ويكون لونها رمادي بنسبة أقل من الشعرة التي سبقتها، وذلك لأن ميلانوجيسيس، العملية التي تقوم بها بصيلات الشعر لصنع الصباغ الذي يعطي الشعر لونه، ليست متسقة، بمعنى أنها من الممكن أن تصنع ألوان مختلفة في كل مرة، وهذا من شعرة إلى شعرة. ويضيف راندي: إذا كنت تقتلع شعرك بشكل مكثف، قد تضر بصيلات شعرك تدريجيا حتى تصل إلى النقطة التي تستطيع فيها البصيلة أن تنتج شعرا مجددا، وفي هذه الحالة بالفعل لن يكون لديك شعر رمادي في هذه المنطقة، وأيضا لا يكون لديك فيها شعر على الإطلاق. وهناك أيضا خيار ثالث بالطبع: تجاهل الشعر الرمادي، واستمر في هذا التجاهل حتى يكون لديك رأس كامل من الشعر الرمادي الرائع.